نفسركم كل كلام هذا مش متعمل. نبدأ بالسالي يا شباب، نبدأ بالعدد الدول الثاني. مثال ان عندنا 3 اللي هي 0 0 ا ا، ولان عندنا 0 ا 1 0، دونك لان عندنا 6 شباب، ولان عندنا 3 6 بلس 3 9 اللي هي 1001 في البناء، دونك 1 0 0 ا هذه هي 9. اوكي، دونك فاش قاعد يعمل هذا ال ا والبي قاعد يجمع على الديسيونير، قاعد يجمع في العدد ا مع العدد بي، وعندنا لان سي 0. شوف اش بتعمل السي 0، سي 0 هذا ريتوني، معناها تجمع 3 مع 6 ثم نضيف الواحد هذايا، هذايا تزاد، معناها 3 مع 6 يتجمعوا ويتجمعوا معهم هذا اللي هو لهني ا. هاولا ا ولا 0 ا ولا 0. اوكي، معناها جمعنا هذا وهذا وهذا، طلع لنا لنا الصورتين. ترى ناخذ اكزومبل اخر، مثال 9 و9 8 و8، مثال ترى نسهلها 16. شوف 16 كيفاش طلع، يعني 8 و8 و16 اللي هي ا 0 0 0 0، هذا رقم 16. اوكي، علاش رقم 16؟ خاطر هذا يسوى 1، هذا يسوى 2، هذا يسوى 4، هذا يسوى 8، وهذا شباب يسوى 16. دونك اللي عندنا منه لهني ويت، ويت هي ساز، ساز تخدمت لنا في البناء. هذا دونك شباب اللي عندنا منه لهني، هذا يتسمى ان اديسيونور بينار. خلينا نعمل له كابتور، نزلوا نخدموا عليه. دونك شنجي لهني، شو نقول عندنا في شي نوفو دوكيمنت، نجي لهنا طاولة كنا نقراو فيها هذايا يتسمى انا ديسيونور بينار. اش نكتب لك ده؟ خاطر عندنا زوز انواع نتاع ديسيونور، فما البينار وفما البي سي دي، دونك هذا نجم نقول عليه انا ديسيونور. مسيو، إذا سمعت فما فازا تاع دومي و كومبلي. لا هذاك ما مش باش علينا، هذاك جيست من الاول بارتي نتاع الكوره، فهمت الدنيا ما حشتكش بها. خاطر شنو معناها هكا؟ معناها الاديسيونور هذا بجوده من الداخل، بجوده من الداخل في اديسيونور كومبلي. قالت هنا اديسيونور كومبلي 4. الاديسيونور كومبلي هو شنو؟ هو اديسيونور لكن يجمع بيت وبيت، ويجمع هذا وهذا كاو، فهمت؟ يجمع الا 0 مع البي 0، هذاك تسمى اديسيونور كومبلي. فهمت فهمتك. العمليه ولا؟ يجمع بيت بركه. احنا لنا مش نقراو نتاع بيت بركه، هذاك في تروازيام، لان باش نقراو السيركوي كامله اللي فيها تجمع اديسيونور بينير كيما لنا. عاوز نزيد نفسرها لك، دو دي لوند معناها الا نومبر هذا والبي نومبر، دو دي نومبر اكاتر بيت، معناها يجمع لنا دو نومبر هذايا، وكل نومبر هذايا فيه كاتر بيت، كل نومبر فيه كاتر بيت. اديسيونير بينير دي دي نومبر، العدد هذا اي تسمى نومبر والبي تسمى نومبر، وكل نومبر فيه كاتر بيت. واضح ولا مش واضح؟ واضح. باه أما الناس ما نقولوا فما مثلا ديسيونير يجمع ما بين أكثر من كتبيت. اتون جيوها، ما فماش هو اديسيونير يجمع اكثر من كاتر بيت. السيركوي ديما هيك، مي انت السؤال اللي تطرحه لي تقول لي كان اني نجمع مثال 8 بيت ولا 6 بيت، شنو واش نعملوا؟ باش نجاوب عليك معناها الاجابه نزيد واحد آخر. اي تو نصوله. لا ما تزربنيش، لا باش باش نفهموا الناس كل من بعضها، كلامك صحيح لكن لا ما نزربوش، فهمتني يا باه واضح واضح. باه. دونك هذه مفهومه شباب، هذه ال 74283 من غير ما لاحظوا لسه معاها. هذا شنو قلنا عليه شباب؟ هذا يريتوني ان اونتري، معناها نجمعوا الا والبي ونزيدوا نجمعوا معاهم سي زيرو، اش تطلع لنا الصورتين تاعنا لهني؟ مع العلم هذا يسوى 1، هذا يسوى 2، هذا يسوى 4، هذا يسوى 8، وهذا يسوى 16. هذا اللي لازمك تفهمه، لا اكثر ولا اقل. باه، ما ديش تقول لي تو شنو الفرق ما بين لاديسيونير بينير ولا لاديسيونير بي سي دي؟ المعلومه هذه مهمه ياسر اللي انت تفهمها. دونك عندك شد عندك الفرق ما بين اديسيونير بينير في اس معناها ضد البي سي دي. يعني تو جوست شنو نفسر لك الفرق ما بين البينير والبي سي دي. كي تفهم الفرق ما بين البينار والبي سي دي تفهم الفرق ما بين اديسيونير بينار واديسيونير بي سي. عندك من 0 ل 9، اه نكتب هيك من 0 ل 9، ما فماش هذا فرق ما بين البينار والبي سي دي. نجم نقول البينار هو نفس البي سي دي، كيف كيف يعني اش نكتب هيك، كيف كيف علاش كيف كيف؟ مثالك تجي تكتب 7 انت لهنا، فاش تكتب 7 شباب لهنا؟ باه شوف معايا، فاش تكتب 7 لهنا؟ تكتب هيك 0 ا، هذه كيما في البينار كيما في البي سي دي، فما حتى فرق.
نعم الارقام اللي يولي فيهم فرق ما بين البينير والبي سي دي هما الارقام اللي بعد التسعه، بعد التسعه نولي نحكيو على بينير وحده ونحكيو على بي سي دي وحده، ما عادش كيف كيف. دونك بعد التسعه نولي فما فرق ما بين البينير والبي سي دي. تقول لي كيفاش ما هذه الفرق؟ تفضل اخوي الغالي. دونك عندنا هنا بينير، وعندنا هنا بي سي دي. ناخذ رقم 12 على سبيل المثال اللي هو A 0 0. هذه 12 كيفاش تكتب في البينار هيك ولا 1100 ولا ب هاني 1 2 4 8. في البي سي دي شباب كل رقم تكتب بصير كتربيت، معناها 12 تكتب 0 0 0 0 A. دقيقة برك خلينا نرجع بالكنترول زائد عربي محطوطة جيسس ب هذه هيك 0 0 0 ا 12 قلنا 0 0 ان 0. نفسر لكم شنو هذا. هذا يا رقم واحد وهذا رقم اثنين. هذا واحد في البي سي دي راني نحكيها، هذا واحد وهذا اثنين. دونك هذا يا رقم 12 شباب. هذا في البناء وهذا في البي سي دي. ناخذ اكزومبل اخر، مثال احنا بنكتب 14 ا 0. هذه في لونجاج، هذه 14 لهنا، هذه في البينار. كرهون بدنا في البي سي دي، شكون يقول لك فاش تكتب في البي سي دي؟ زيرو زيرو واحد زيرو مية ب 0 0 0 ا هذه واحد 100 صحيح. دونك هذه اللي عندنا منها لهنا هي ا، واللي عندنا منها لهنا هي كتر ا واحد. هذا في البي سي دي. وديما يا شباب في البي سي دي الكتر بيت هذوما ديما الكتر بيت ما يفوتوش التسعه، هذه قاعده ديما. خليني نكتب لك واحد بالعربي، ديما في البي سي دي الكتر بيت ما يفوتوش، بالله ظهر ما يفوتوش تسعه. علاش؟ خاطر هي كلمة بي سي دي معناها ديسيمال كودي اون بينار، باينري كود ديسيمال. شو معناها؟ معناها العدد تسعة أكثر عدد في ديسيمال قداش؟ تسعة. حولوا للبينار يطلع 1001. دونك حدنا حد تسعة، هذه حاجة. ولا ديجا احنا نعرفوا انه لا في شير بي سي دي ستسموها هكا، هذاك يتسمى لا في شير بي سي دي، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذاك حد وحد تسعة. دونك أكثر حاجة نجم ندخلها فيه هي 1001. واضحة العملية ولا؟ باللي كنت عاود فاهم هنا بالكدير ما فهمتهاش انا اللي ما فهمتهاش صح ايوه انا هي المسيو بتاع البي سي دي، مش على الفرق بيناتهم مسيو كي بعد التسعة. باهي. اقعد معايا انت، اقعد معايا انت ادم، عندك انت ادم اي صح ادم. يا سيدي كاين خدمه من بعضنا، ناخذ اكزومبل اخر. اعطيني اي رقم فوق التسعه يعجبك انت تريس صح. اكتبوا لي في البينار كيفاش اي ب في البينير زيرو صحيح صحيح. هذا تريس في البينار. طيب شو نقول لك؟ اي اكتب لي تريس في البي سي دي. كيفاش تكتب تريس في البي سي دي؟ نكتب الان وحده والتروى وحده كل واحد بصير كاتر بيت. هاي نبداو بالآي ب زيرو 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 ان 0 0 0 1. هذه الواحد نتعداو و للثلاثة. و و 3 0 0 1 1 سي بون. هذه واحد هاك شنو عملت انا يا اخويا؟ فهمتني يا ادم؟ اي نفهم فيك كل انا وحدة لا. اي جيست قلت لك الاربعه هذا ما يفوتوش التسعه، ما تعمليش اربعه فوق تسعه في البي سي دي اللي حكيها. اي بس اي باش فهمتني؟ تعطينا رقم انا اسمه شنو تكتبوه في البي سي دي؟ اعطيني اعطيني رقم ما تنجمش تكتبه في البي سي دي. هذا سؤالك انت يا ماشي استنى. لا 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 اللي بدي اسال خليك أم. قلت اعطيني رقم ما تنجموش تكتبوه في البي سي دي كيفاش؟ اعطيني ما سمعتكش عاد. أعطينا رقم ما نجموش ولا عدد ما نجموش نكتبوه في البي باهي سي دي. نجاوبك، هما الارقام الكل اللي تنجموا يكتبوا البي سي دي. اي رقم تنجم تكتبه في البي سي دي؟ اعطيني انت اي رقم تقدر تقول في البي سي دي، اي رقم يعجبك. 1400 1400. 1400 نجاوب صاحبي، هذه 1400. جيل الواحد تردوا 0001
الأربعة تردها 0100، الصفر تردها 0000، والصفر تردها 0000. هذه إلى 1400، هذه واحد، هذه أربعة، هذه صفر، هذه صفر، هذه إلى 1400 بتاعك. المهم فوق ال400 ما تكتبش فوق التسعة، راك غلط. معناها 12، ما تقوليش هيك في البي سي دي 12، تقولي هذه في البي سي دي، غلط، هذيك في البناء. 12 في البي سي دي هو 0001 فهمت قصدك، 0010. واضح ولا مش واضح؟ مسيو واضح. تفضل. مسيو. وفي البينير مسيو توكي كتبنا ان ان زيرو ان، علاش نحطوها دو هذيك دوبال؟ نجاوب صاحبي، نجاوب صاحبي. دونك هذاك معناها الرقم نتاعك هكايا، انت تاكد له اللي هو تكتب في الباز دو، باش تقول له شنو هو الباز نتاعه. هذاك وساعات نكتبوا باز ديس. باز ديس، هذيك كيما مثلا باش تكتب 7 9 3، باش تقول له انه هذا في الديس تكتب له ديس. قول لي واش تصلح هذه، واش تصلح في الدنيا، نجاوبك. هاي مثال الشاه ايه اي اجوتي هنا. مثال يا اخويا الغالي، نصور نكتب لك اني 101، هيك 101، كي نقول لك هذه دو ماشي كيما 101، ونقول لك هذه ديس، هذه 101 101، يعني 101 مره، فهمت العمليه؟ ولا هذه باز ديس، هذه 101 تعني 5 بالديسيمال، فهمت العملية ولا؟ في خطر اللي كراه حابسة او اي مي خلاص توصل لك. اي وار. دونك هذا باش نعرفوا بها الباص، هذيك معناها راهي تكتبت في البناء، وهذه راهي تكتبت في الديسيمال. اوكي فهمت فهمت. فهمت؟ رد بالك، معناها هذاك باش تحدد بها الباص شنو. دو يعني تفضل. تفضل. فهمتك سريع. مريق مريق باهي.